أنا اسمي دينا شكري، أنا رئيس قسم الطب الشرعي والسموم في كلية طب جامعة القاهرة، وأشرف إني كنت المودريتور للمجموعة الأولى، وبشكر زملائي جدا في الحديث المثمر اللي احنا اللي أدى بينا لبعض التوصيات. تالي حد فتح التوصيات في جمل موجزة جدا، كانت عبارة عن زيادة الوعي، تعويض النقص في الأفراد الشرطة، حماية المعنفات، تأهيل المعنفين، والتعامل مع القضية من منظور متكامل. تفصيليا بقى احنا طبعا اتكلمنا في المحاور الأربعة. المحور الأولاني، ايه هي الخطوات العملية، ايه هي الضوابط والاجراءات القانونيه، ايه هي الاحتياجات اللي احنا محتاجينها، وهل الخطوات دي هتنفذ على المدى القريب او المدى البعيد. اول نقطه اتكلمنا على اهميه رفع الوعي. رفع الوعي احنا هنا بنعني بيه رفع الوعي المجتمعي لقضيه او مفهوم قضيه العنف ضد المراه، وكذلك رفع الوعي بالنسبة لأفراد أفراد الشرطة. الضوابط والإجراءات اللي هي إحنا يعني بنحس دور الإعلام التربوي في إن هو يبتدي يعني يضيف في المجتمع مفهوم كيفية الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة. ده بيتم عن طريق إيه؟ إحنا دلوقتي فعلا شايفين الشرطة بقت موجودة في الشارع، بس إحنا بنأمل إن دور الشرطة يكون أكبر وتواجدها يكون بصورة أكتر، إلى جانب إن إحنا نعمل نوع من التنسيق مع الإعلام، وخاصة الإعلام المرئي، لوضع مواد فيلمية قصيرة بتؤدي إلى أو بيكون فحواها بيحتوي على مضمون إزاي هنقوم بمحاربة العنف ضد المرأة. آخر حاجة وجزء مهم اللي هي توفير الخطوط أو الخط الساخن، ويبقى في متناول الجميع، يعني كل الناس في المجتمع يبقوا عارفين إيه هو الخط الساخن اللي هيلجأوا له لو في أي نوع من العنف وقع عليهم. تاني نقطة، وهي على أساس أن احنا هنعوض نقص الأفراد، اللي هي وجود توفير كاميرات، وخاصة في المناطق اللي بيكون فيها مستوى حدوث جرائم العنف ضد المرأة أكبر، واحنا بنامل ان يكون في بعض الضوابط لوجود الكاميرات دي، سواء على مستوى حفظ سريه المعلومات المتاحه، وكذلك ضمان الوثوق في مثل هذه المعلومات عشان تكون او يمكن استخدامها كدليل في هذه القضايا. طبعا الاحتياجات دفنتلي عشان يبقى في هذا النوع من الكاميرات لازم يكون في دعم مادي لتوفير الكاميرات دي، ويكون في ربط بين غرف العمليات الموجوده في ادارات الشرطه المختلفه وبين الكاميرات اللي موجوده في الشارع. تاني حاجه مهمه برضو اللي هي زياده التجهيز لافراد الشرطه، هل يبقى معاهم الاجهزه او الوسائل اللي هتمكنهم من انهم يقاوموا الاشخاص المعنفين او الاشخاص اللي بيقوموا بجرائم العنف ضد المراه. تاني دور احنا عايزين نشوفه يعني بصوره مكثفه اكتر هي دور الجمعيات الاهليه، لان هم لهم دور كبير جدا سواء كان في التوعيه او في يعني ان هم يحددوا الضحيه دي ايه هي الاماكن اللي ممكن انها هتلجا لها، الى جانب دورهم في التاهيل. ثالث نقطه لها علاقه برضو بالتدريب، اللي هي انه يبقى في نوع من التدريب للشرطه والنيابه والقضاء على قانون التحرش ضد المراه، على اساس ان لو كان في اي نوع من عدم الفهم الجيد لبعض النقاط فيه انه يتم انهم نعالج النقطه دي. النقطه الثانيه اللي هي ان احنا عايزين او بنامل ان يكون في نوع من يعني لجنة بتضم كافة الجهات المعنية اللي لها علاقة بالعنف ضد المرأة، وإنه اللجنة دي بتتم الاجتماع الدوري فيها على أساس أنها تحط إيه هي الأشياء اللي اتحققت في الوقت الحالي، وإيه هي الاستراتيجيات اللي يمكن استخدامها لتحسين الأداء في التعامل المتكامل مع مثل هذه الحالات.
النقطة برضو اللي هي رفع الوعي بين أفراد الداخلية، هو دفنتلي دلوقتي موجود أوريدي في نوع من التوعية لأفراد الداخلية على جرائم العنف ضد المرأة، ولكن احنا بنأمل أنه يبقى التدريب ده يتسع لأنه يبقى فيه كافة أفراد الشرطة